اهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي قناه الصحه والجمال ومتابعيها في كل مكان. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا باختصار. النهارده موضوع حلقتنا تكمله للحلقات السابقه، وهو موضوع شيق جدا ومهم جدا في الوقت الحالي، وهو انتخابات اعضاء مرشحين مجلس اداره نادي 6 اكتوبر. وهنيجي نعرف ضيوفنا ونقدمهم لحضراتكم. العقيد هشام سالم، مرشح رئيس مجلس اداره نادي 6 اكتوبر، اهلا بحضرتك سيد العقيد، منورنا. المهندسه ياسمين رستم، مرشحه عضو مجلس اداره نادي 6 اكتوبر وكانت من اعضاء المجلس السابق، نورتينا وشرفتينا. كابتن احمد يحيى، مرشح عضو مجلس اداره نادي 6 اكتوبر وبرده كان عضو في المجلس السابق، اهلا بك حضرتك، شرفتنا ونورتنا ونورت قناه الصحه والجمال. شكرا لحضرتك، خصوصا الاستضافه الدائمه دي والاهتمام الدائم يا فندم. لا احنا لازم نبقى مهتمين لان ده حدث مهم جدا ولازم كلنا نهتم بيه، مش قناه الصحه والجمال بس، لكن كل المجتمع بتاعنا طبعا، لان هو حاجه مهمه وهتفيد الناس وكلنا هنستفيد منها يعني. يا رب باذن الله نكون عند حسن ظنكم يا رب باذن الله. ان شاء الله. انا هترك لحضرتك بقى المايك دلوقتي، تعرفنا باعضاء المرشحين للمجلس القادم وتقول لنا يعني قائمه يعني خطوات كل واحد في كل عضو والخريطه او البلان اللي هو حاططها لتطوير نادي 6 اكتوبر، ودي بقى هتركها لحضرتك. متشكرين لحضرتك. هو في البدايه يا فندم الموقف بتاعنا لما جينا ندعو الناس المرشحين حبينا نبص ونقول اهم حاجه عندنا هيئه القياده الاول، ان احنا تبقى مكتمله وليها عشان تحقق الرؤيه بتاعتها والاهداف اللي احنا بنطمح ليها باذن الله لتحقيقها. فكان على الرئاسه هشام سالم، وكان نائب باذن الله الدكتور محمد صفوت، وامين الصندوق الدكتور محمد البنا. وخلال المرحله اللي احنا مشينا فيها فبننتقي العناصر اللي تقدر تحقق نفس الرؤيه بالاهداف بتاعتها، وبناء عليه ابتدينا نشوف الخبرات السابقه لدى العناصر اللي موجوده والمرشحين اللي موجودين على الساحه. فكان من اقدر الناس اللي احنا ارتقينا ان الموقف كان ايجابي وفعال المهندسه ياسمين رستم، كان ليها سابق اعمال داخل المجلس السابق، وكان فرصه كويسه ان احنا نقدر نستفيد بالخبره اللي هي خدتها. كان معانا برضو الكابتن احمد يحيى وبندعوه طبعا للانضمام لينا، خبره قويه في الاتجاه برضو في المجلس السابق، وعمل شغل على الارض كويس جدا. كانت النتائج بتاعته متواجده وفيها استمراريه باذن الله. وهسيب بقى طبعا المهندسه هي اللي اتكلمنا بقى، المهندسه ياسمين. انا هننتقل بقى للمهندسه ياسمين، ويعني انا عايزه الاول اعرف راي حضرتك، تقييمك للمجلس السابق وايه المشاكل اللي واجهتك فيه، وبعدين ندخل على اهم الملفات. واهم ملف عايزه اتكلم عليه باستفاضه ملف ذوي الاحتياجات. والله حضرتك جيتي في الحته اللي تخصص يعني او انا بحاول انا ارعاها دايما. اولا بالنسبه للمجلس السابق طبعا انا شهادتي مجروحه فيه، بس احنا طلعنا، بس احنا هنتكلم بدون، بس انا هقول لحضرتك لا طبعا بدون حيازيه، لا بكل شفافيه. احنا طلعنا 12 فرد، ال 12 من قوائم مختلفه، كلنا ما عندناش خبره في اداره مجالس اداره النادي. كان معانا القائد رئيس المجلس هو الوحيد اللي عنده هذه الخبره. قدرنا ان احنا الى حد ما نشتغل على كل واحد فينا الحته اللي هو شايف ان هو هيقدر يدي فيها. تمام. حاولنا بقدر الامكان ان احنا يعني او جزء كبير مننا طبعا، لان برضو اكيد لازم بيبقى فيه سلبيات، أكيد جزء طبعاً. كبير مننا أكيد. حاول ان هو ينزل في وسط الناس ويحتك بيهم، يعرف المشاكل ايه، الى جانب ان احنا اوريدي اعضاء ففي يعني لامسين اكيد لامسين أكيد. المشاكل، بس بنحاول ان احنا نحلها. طبعا مع المشاكل اللي كان النادي بيمر بيها في هذه الفترة، حمل تقيل على علينا، موضوع الاستبعادات اللي تمت والقواضي كده. خليتك في كل خطوة تخطو خطوتين قدام تبص تلاقي نفسك راجعة خطوة تاني لورا.
بذلنا مجهود، واتمنى ان كل واحد فينا يكون اللي مرشح نفسه تاني، يعني ان يكون اتعلم طبعا اكيد في خلال السنتين اللي فاتوا دي، أكيد وعرف الاخطاء السابق. ايه طبعا وعرفنا نقاط الضعف ونقاط القوه لكل واحد فينا أكيد. وان شاء الله باذن الله الرؤيه هتختلف في السنوات القادمه ان شاء الله، لو قدر لينا ان احنا نكون في المجلس، لان الخبره بيبقى ليها عامل برضو، انت خلاص عرفتي دخلتي جوه المطبخ وعرفتي بالظبط كيف تدار، وعرفتي ايه المشاكل اللي واجهتك وممكن هتعالجيها في المجلس اللي جاي ان شاء الله، وايه طبعا السلبيات اللي انت هتقدري تتخطيها. طبعا الواحد بقى مر بتجارب، انا كنت واحده انا واحده بشتغل موظفه حر يعني في قطاع خاص، فكره انك تتواجدي في مكان نادي حكومي وكل ورقه لازم تعرفي سكتها رايحه فين وجايه منين أكيد. طبعا الحاجات دي كلها تعبتنا كتير في الاول، طبعا والتزامات وحاجات لازم بالقانون تمشي كلها بالقانون، فطبعا اتعلمنا كتير، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يقدرنا على اللي جاي ان شاء الله باذن الله. قبل ما ننتقل للنقطه الثانيه بتاعه ملف ذوي الاحتياجات، احنا معانا تقرير هنعرضه تمام ونرجع نكمل كلامنا. خلاص يلا. ياسمين محمد رستم خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية عام 1994، لاعبة سلاح شيش، عضو باتحاد الطلبة في الثانوية والجامعة، مهندسة ديكور حر، أم لثلاث أبطال جمهورية، بطل جمهورية ألعاب القوى 16 و18 و20 سنة، بطل جمهورية كاتا من سن 10 سنوات وحتى سن 18 سنة، كاتا ذوي الاحتياجات وحاصل على الحزام الأسود، بطل جمهورية كاتا فردي وجماعي تحت 12 و13 و15 سنة، عضو مجلس إدارة بنادي 6 أكتوبر سابقا. طبعا التقرير يعني أنا مش هقول يعني أي حاجة غير هقول إنه هو يعني ما شاء الله فيه خبرة وإكسبيرينس ويعني وحاجة كويسة جدا، ومفروض فعلا إن أنت يعني دي خطوة كويسة قوي إن حضرتك خدتي خطوة ان انت ترشحي نفسك في المجلس اللي جاي ان شاء الله، وان شاء الله تكوني متواجدة معاهم، لان دي المجلس هيستفيد بكل خبراتك ان شاء الله، وان شاء الله هتحظي بحظ كويس جدا. وندخل بقى على ملف ذوي الاحتياجات. اهتمامي بملف ذوي الاحتياجات جال ان انا عندي ابني مصطفى الاوسط ذوي احتياجات، عنده متلازمة داون. هو الحمد لله بطل جمهورية لمدة 8 سنين متواصلة في الكاراتين، معاه الحزام الأسود 2 ما شاء الله، وهو عنده 18 سنة، وهو حاليا بقاله سنتين المدرب بتاعه بيعده ان هو يكون مساعد مدرب، يعني بيمرن ذوي الاحتياجات الصغيرين لسه طالعين جداد، وبيمرن حتى الأصحاء دلوقتي في الاختبارات الأحزمة وحاجات كده. فكرة ذوي الاحتياجات طبعا يعني انا واحدة ام وعارفة واكيد كل يعني حد اكيد مجربة عنده يعني عديتي بالتجربة دي، فلازم ان انت تهتمي يعني بدور بفكر في مستقبل ابني ده قدام شوية أكيد. الواحد مش هيبقى عايش له طول العمر يعني، فبدور على ايه اللي ممكن نعمله لولادنا ولاد نادي من ذوي الاحتياجات، خاصة ان ولادنا دول داخل النادي ده مجتمعهم أكيد. يعني حضرتك من أول ما بيدخلوا من أول كمان بوابة رقم 1 لغاية لما يطلعوا من بوابة رقم 7، الناس كلها سواء موظفين أفراد أمن أعضاء كلهم عارفينهم، ده كريم ده مصطفى بالزبط. ده دي رحاب كده، فهو ده مجتمع. الحمد لله إحنا قدرنا يعني المجلس السابق كان بدأ بذرة إن إحنا يبقى ذوي الاحتياجات عندهم مبنى خاص لتنمية المهارات. الحمد لله قبل ما تخلص مدتنا كنا قدرنا ان احنا نشطبه ونعده ان هو يكون منفذ لتنمية مهاراتهم. اتمنى ان يبقى فيه اعمال يدويه واشغال يدويه وتدريب، ولان الاولادنا دول بصراحه بيتحفونا وبيفاجئونا اكيد طبعا بقدراتهم وتنمي مهاراتهم الداخليه كمان، وان هم يكونوا داخل نادينا ما هماش يعني يبقوا فرد فعلا فعال، ولو ليهم منتجات ليه لا، يبقى عندهم منفذ اللي بيع منتجاتهم داخل النادي، ويحسوا ان هم كيان
فعلا مستقل بذاته، وطبعا الكلام ده كله جاي متلازم متزامن مع نفس اهداف الدوله وتوجيهات السيد الرئيس في ان احنا نهتم بذوي الاحتياجات. من اهم اهتماماته كمان ذوي الاحتياجات، يبقوا فرد زيهم زي بقيه الافراد في المجتمع. طبعا هو فرد من وابن من ابناء المجتمع، فلازم ياخد حقه واهتماماته. ضمن الاهتمامات اللي انا كنت دايما بحبها، وعملنا 2 ايفنتس كانوا رائعين جدا في العامين الماضيين. كان فكرة ولد من ولادنا الجمال اسمه زياد، هو من أصحاب الشلل الدماغي، وفكرة عمل فكرة إن إحنا حاجة اسمها كلنا واحد، يعني بيدعو المجتمع إن يا جماعة كل ولادنا من ذوي الاحتياجات هم زيهم زي ولادنا الأصحاء، ففي الآخر كلنا واحد. السنة الأولانية عملناه داخل نادينا فقط بولادنا، السنة الثانية الحمد لله بشوية أفكار زيادة وسعنا النشاط واستضافنا تقريبا حوالي 8 أندية فرق ذوي الاحتياجات عندنا في النادي. عملنا لهم نشاط ثقافي ورياضي وترفيهي كان جميل، كان ما شاء الله تجربة شاء الله. حلوة جدا يعني، وكان برعاية سيد الوزير الحمد لله. طب الحمد لله. هنتقل لكابتن أحمد، بما أن أنت كمان كنت عضو في المجلس السابق، عايز أعرف برضو رأي حضرتك بكل شفافية في المجلس السابق، وإيه السلبيات والمشاكل اللي واجهتك وقدرت أن أنت تتخطاها برضو وتعالجها، وبعدين هننتقل لنقطة تانية بس اللي هي تسويق لاسم نادي 6 أكتوبر كنادي كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أشكر حضرتك وأشكر القناة اللي استضافتنا وأتاحت لنا الفرصة لمشاركة أعضاء الجمعية العمومية في موضوع الانتخابات نادي 6 أكتوبر. وكان القصة في السلبيات اللي كانت موجودة هي ان احنا بعدنا شوية عن الاعضاء، وده بسبب المستبعدين، القضية بتاعت المستبعدين. احنا بعد نجحنا بحوالي شهر بالظبط، صدر حكم من المحكمة بخصوص المستبعدين من الانتخابات اللي فاتت، وده أثر على أداء المجلس لفترة طويلة أو لا تقل عن 5 أشهر، وده كان وجه التقصير اللي كان من المجلس، لأنه هو كان منزوع الصلاحيات، كان أصبح زي مجلس تسيير أعمال، مما جعل الناس اللي في المجلس إن هم الحركة بتاعتهم ما كانتش أفضل لتقديم خدمة ممتازة لأعضاء المجلس. النادي من خلال المجلس. بس ده كان اهم حاجه، ان احنا ما كانش في تواصل وما كانش في تفعيل للجان للنادي في النادي، لان النادي مش هيقوم الا بتكاتف الاعضاء كلهم مع بعض. اكيد مش استحاله يكون في 12 شخص بس هم اللي هيطلعوا بالنادي، اللي هيوصلوا بالنادي لافضل أكيد. لافضل مستوى. اكيد. طب احنا معانا تقرير عن كابتن احمد، طبعا عايزين نشوفه مع بعض ونرجع نكمل حديثنا. نشوف التقرير. احمد يحيى امين مرشح لعضويه مجلس الاداره فوق السن، رقم 5، السن 36 سنة، بكالوريوس سياحة وفنادق جامعة الإسكندرية، لاعب في فريق السباحة بالنادي منذ عام 1992، حاصل على عدة مراكز في بطولات الجيزة والجمهورية للسباحة. الوظيفة الحالية المدير التنفيذي لشركة سبورت. الوظيفة الحالية المدير التنفيذي لشركة سوبر سبورت، أحد الشركات الرائدة في مجال التسويق الرياضي. المسؤول عن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية. المسؤول عن تنظيم بطولة أحمد علي لكمال الأجسام والقوة البدنية 2016 و2018. المسؤول عن تنظيم المنتدى الرياضي الثقافي لنادي قضاة مصر. وبعد ما عرضنا التقرير وشفنا طبعا كابتن أحمد، يعني ما شاء الله يعني على حضرتك بجد، برضو خبرة وكفاءة وتقدر ان انت فعلا تخدم نادي 6 أكتوبر. عايز أعرف ازاي نسوق لاسم نادي 6 أكتوبر؟ ازاي نسوق لنادي 6 بما انه اسم كبير وما شاء الله، يعني يعتبر تاني مساحه من مساحات الانديه كبيره بعد نادي الشمس طبعا، فانا عايز اعرف ازاي ان انا اقدر اسوق للنادي ده. نادي اكتوبر يعتبر كان المتنفس الوحيد لسكان المدينه ككل منذ عام 1990 او 1989 كمان، كان هو المتنفس الوحيد للمدينه ككل.
فأصبح النادي فيه عوامل كتير للنجاح، ولكن ما بنعرفش نستغل الموضوع لصالح الأعضاء. تمام. عندنا حوالي 22 لعبة، 22 لعبة بيضموا فوق ال 15,000 لاعب، وده رقم مش قليل، وده أكيد. رقم مش قليل. لابد التركيز على هذه الأعداد، هذه الأعداد للنهوض بيهم والتسويقهم كإنشاء إدارة تسويق وإنشاء إدارة تسويق للعيبة للعيبة للنهوض بمستوى النادي أكيد. لمستوى أفضل، وده عن طريق عمل برزنتيشن محترمة لنادي يليق بنادي 6 أكتوبر أكيد. وعرضها على الشركات المهتمة بعمل الدعاية داخل الأندية بمصر كلها، لأن إزاي نجيب راعي للنادي، ازاي يعني نجيب راعي للنادي لازم ككيان وكده، يعني ازاي ان انا اجيب راعي كمان للنادي، يعني الشركات الشركات الراعي ازاي ان انا اجيب راعي للنادي، يعني ده طبعا بيتوقف على طريقه التسويق اللي هي هتخلي ان كل الشركات تيجي تبقى راعي للنادي من حيث الانشطه ومن حيث اللاعبين ذات كفاءه والفرق، ده لازم يعني ازاي ان انا هنسقه وازاي ان انا هبدا بيه. لابد من عمل اولا اداره انشاء اداره تسويق داخل النادي. تمام. وده لا كي لازم نلم كل حاجه موجوده في النادي علشان نقدر نسوقها. بمعنى المساحات الخضراء اللي موجوده عندنا، احنا موقع النادي على محور 26 يوليو يعتبر موقع فوق الممتاز اكيد. موقع متميز كمان. مظبوط. نقدر نسوق النادي، احنا عندنا حوالي 140,000 عضو داخل النادي. داخل النادي، وده رقم هايل جدا يستقطبه جميع الشركات اللي بتهدف لعمل تسويق ليهم، وطبعا برضو هيكون مفيد بالنسبة لأعضاء النادي من خلال جلب رعاة زي دول للفرق الرياضية وللنادي ككل أكيد، وتنمية الأنشطة كمان. وتنمية الأنشطة لابد من عمل أنشطة ثقافية وفنية لمختلف الأعمار أكيد. الصغير أكيد. الصغير والكبير. لازم لابد من تنشيط العملية، لازم يبقى فيه أنشطة مختلفة في النادي علشان نقدر نسوق للنادي. صح مظبوط. طيب أنا هنتقل للعميد هشام، وعايزة أتكلم في يعني اتكلمنا في نقطتين، الخريطة اللي حضرتك أو أعضاء حضرتك وأعضاء مجلس إدارة النادي إن شاء الله المرشحين للمرحلة القادمة، هل هي تكملة للخريطة اللي فاتت أو للبلان اللي فاتت ولا لأ؟ وهل هيبقى فيها تعديلات؟ وأكيد هيبقى فيها تعديلات طبعا. وعايز أتكلم عن الجيل الناشئ، الجيل الصغير، إن أنا عايزة أعمل جيل ناشئ جديد من حيث الأنشطة، من حيث المهارات، من حيث القدرات اللي ممكن تكون مش موجودة. عايزة أتكلم في النقطتين دول وباستفادة مع حضرتك. خلينا أشكر حضرتك على السؤال المهم والتوجيه دوت، بس خلينا أخد من كلام حضرتك والباشمهندسة والكابتن أحمد يحيى لما بنتكلم على اسم النادي والتسويق ليه. خليني أرجع مع حضرتك بحاجة بسيطة جدا، القانون رقم 71 لسنة 2017 كان بينص على المهام المباشرة للسيد رئيس مجلس الإدارة. خلينا نقول من ضمن المهام اللي لازم نشتغل عليها هو كيفية تذليل الصعاب لباقي الأعضاء على المستوى الداخلي، وكيفية التواجد السياسي والإعلامي على مستوى الدولة. ده بيصب في النهاية لاتجاه الاسم وكيفية رفعة الاسم دوت، فيقدر من خلاله كمان ليه دور في تسويق نادي 6 أكتوبر. بالضبط كده. فإذا لازم يكون في مشاركة من السيد رئيس مجلس الإدارة على مستوى الدولة وجميع الأنشطة اللي تهتم بيها الدولة. لازم بنهتم بدرجة كبيرة جدا بذوي الاحتياجات الخاصة طبعا أكيد. لازم الاتجاه دوت يبقى متواكب مع نشاط الدولة على كافة المستويات وكافة الوزارات. لازم يكون في ودي من المهام الرئيسية لرئيس مجلس الإدارة، الشخصيات البارزة اللي متواجدة على كأعضاء داخل نادي 6 أكتوبر، وفي نفس الوقت يقدروا باسمهم بس إنهم يعملوا حالة من الانتعاش لاسم النادي والتواجد على الساحة الإعلامية أكيد. وعلى الساحة الإعلامية وأكيد الرياضية. وأكيد الإعلام كمان ليه دور كبير جدا. ده يعني أكيد.
يعني قد يكون المجلس السابق او المجالس السابقه النقطه ديت ما كانش الاهتمام كانت مفتقده ما كانش فيه الاهتمام القوي دوت. اذا دي من احد الدعائم الرئيسيه اللي احنا لازم نشتغل عليها واحنا بنتكلم ان احنا بنتكلم ان احنا في 2020. اذا ما ينفعش ان الدوله وهيئه الرئاسه في الدوله بتتكلم في اتجاه اعلامي وظهير اعلامي قوي واحنا يبقى في حجب في الاتجاه دوت. خليني اقول لحضرتك باخد الكلمه ديت من احد الاشخاص اللي انا بكن لهم كامل الاحترام ان المجلس السابق ظلم واتظلم. ظلم ان هو ما كانش متواجد على الساحه الاعلاميه داخل النادي، ما كانش متواجد مع الاعضاء والتفاعل مع المهام اللي هم بيقوموا بيها. هم قدروا ان هم يعملوا اعمال وفي اهداف حققوها بالفعل ومستمرين وخدوا الخبره دي، ولكن ما كانش ليهم الظهير الاعلامي. يعني ده كان تقصير من اعضاء المجلس اتجاه الاعلام ولا كان الاعلام اللي هو المقصر؟ لا خلينا نحدد مجلس الاداره. خلينا نحدد المهام. دي مهام هيئه القياده في المجلس اصح، وده المنوط بيها طبقا للقانون وطبقا للاعمال السيد رئيس مجلس الاداره. اذا الظهير الاعلامي، اذا المستشار الاعلامي المتحدث باسم النادي هو السيد رئيس مجلس الاداره النادي. وهو اللي لازم يهتم بالظهير الاعلامي داخل النادي للاعضاء. هنا احنا بنقول ايه؟ المصداقيه الشفافيه. اذا كافه الاطياف داخل النادي وكافه الاعضاء لازم تكون مشاركه في اتخاذ القرار. لذلك من ضمن الاساسيات اللي احنا باذن الله ننتوي ان احنا نكون موجودين فيها هو مركز جمع المعلومات لدعم اتخاذ القرار هيبقى داخل النادي، وده طبعا بيشمله على راسه الظهير الاعلامي يكون موجود، وهو ده المحرك الرئيسي الاساسي لكافه الاعضاء وكافه الانشطه، وهو ده اللي يقدر يعمل لنا التنميه اللي احنا بنتكلم عليها. هو ده اللي يقدر يبرز اهميه النادي. يعني خلينا نقول ببساطة ان النادي ليه موقع متميز استراتيجي على مستوى مدينة 6 اكتوبر ومساحته كمان وتحت الانظار جميعا، ومع ذلك هو مش واخد حقه. ليه مش واخد حقه؟ فين الظهير الاعلامي؟ فين المستشار الاعلامي؟ فين التواصل ما بينك وما بين الاعضاء عشان تشاركهم الفكر؟ والتواصل ما بين الهيئات السياسيه الخارجيه ده اساسي. ما هو انت 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 مش في عزله عن الدوله. صح. هي سياسه موحده داخل الدوله انت لازم تكون مستمر فيها. صح. بل بالعكس انت لازم تكون مواكب معاها. اكيد. لكن ما ينفعش ان احنا نهم الحته دي مع انها دي اهم نقطه. أكيد. على حساب لازم التواصل كمان، لان التواصل وتنميه العلاقات دي هو ده اللي هينمي ويطور من مجلس اداره نادي 6 اكتوبر، وبالتالي هيعود على الاعضاء فهينمي النادي وهيطور هيبقى في حاله احسن من اللي فات. اذا هي سلسله متكامله متدرجه. متكامله صح زي ما حضرتك بتقول، متدرجه. السيد رئيس مجلس الاداره اكيد المستوى السياسي بتاعه ده لازم يكون من اهم الاتجاهات بتاعته. ثم وبالتالي كل من تحته بيبتدي ياخد البنفيت والاستفاده دي منها. فدي من النقط الرئيسيه اللي احنا بنتكلم عليها، ودي اولى الاهتمامات بالنسبه لنا جدا. يمكن من الاولويات الثابته عندي والراسخه وعند الرؤيه اللي مع الساده الاعضاء هو النشء. النشء هو ده البنيه التحتيه للدوله المصريه، هو ده النشء اللي احنا بنهتم بيه على المستوى الرياضي عشان ينتج داخل المجتمع في الدوله المصريه حد عنده رقي، حد اصبحت الرياضه يا فندم ليس شيء ترفيهي، هو اساسي طبعا في بناء الانسان وبناء الشاب عشان يقدر يقود المرحله اللي جايه، واحنا ده واجبنا اتجاه البلد واتجاه اولادنا ان احنا نبقى موجودين معاهم في سن اقل من 20 ونبتدي معاهم اللي هو ان انت بتزرع فيهم الانتماء، بتزرع فيهم الولاء للوطن، بتقدر تديهم خدمات قويه. صح. نشء صحي عنده توافق عضلي عصبي قادر بخرج المهارات اللي جواه اللي مش قادر يحققها فانا بساعده ان هو يحققها. بالظبط بالظبط. طيب انا هدي حضرتك مثال وده برضو من ضمن اهم الاشياء. دلوقتي احنا لازم يكون عندنا النشاط اللي هو بيبتدي الطفل فيه بيتعلم كيفيه التجارب العمليه البسيطه
ولازم يستهويهم، وده بينشط الذكاء والذكاء الاجتماعي بتاعه والذكاء العقلي اللي هو بيشتغل عليه وكيفية حلول المشاكل. بيتعمل له التجارب اللي هي كانت بتتعمل في المدرسة، بنقول له الأسلوب بتاعها ازاي طبقا للتطور الطبيعي اللي احنا موجودين فيه، اللي احنا بنتكلم فيه 2020. يعني ما ينفعش اقول له حاجات سابقه. لا احنا لازم نخاطبه فعلا بنفس المستوى اللي هو عايش فيه دلوقتي. أكيد. وده مهم بالنسبه لنا. فدي الاولويات الرئيسيه لينا هو النشر، سواء على المستوى الثقافي، على المستوى الرياضي، على المستوى الاجتماعي. عاوز اقول لحضرتك وعلى المستوى الصحي كمان عقيد هشام، ولا ده يعني ده المستوى الصحي ده هو الاساس صح. يعني سواء المستوى الصحي على الطب الرياضي يعني الداخلي بدني ممكن يعني عشان لا ده انا عاوز اقول لحضرتك يمكن عشان انا مارست الاتجاه والاعداد الاولمبي للابطال. هو فين الطب النفسي؟ صح. الطب النفسي اللي بيحفزه وبيدي له القوه. خلي بال حضرتك اللاعب او الناشئ وهو بيلعب ايا كان اللعبه اللي هو بيلعبها بيبقى فيه تدرج او فيه لحظات منه بيبقى فيه هو عامل نفسي، عامل نفسي بيأثر عليه. قد يكون ان هو كويس جدا ولكن حصل مشكله معينه فممكن يعمل له احباط. بالزبط. هنا المعالج النفسي والطبيب النفسي هو صح. اللي بيدي له الحفز القوي صح. يبقى بطل. بيتحدى الاتجاه على كافه المستويات. أكيد. مش النشئ بس لا, لا, لا أكيد. والكوار بس. هنا بقى لازم بنقول ان النقطه الاساسيه اللي نبتدي منها هو نقطه النشئ اللي احنا دايما بنتكلم عليها اللي هو من 6 سنين. دي اسمها نقطه البدايه مع التكامل. مع التكامل مع باقي الاعمار، ولكن خلينا نبدا من 6 سنوات هو دوت اللي نقدر نبذل فيه مجهود بداية قوي. بداية اقتباس كل حاجة بقى، يعني التعليم والرياضة وكل حاجة بقى بيتعلمها من السن الصغير. فاحنا بناخده صغير بنصنع منه نجم بس. سواء في رياضة، سواء في نشاط اجتماعي، سواء أي نوع من الأنشطة في النادي، فده خلاص احنا بننميه وبنكونه فبيطلع حاجة كويسة جدا تفيد المجتمع وبيفيد نفسه وبيفيد النادي في بالزبط. نفس الوقت هي دي الرؤية اللي احنا بنتبناها، التنمية الشاملة على كافة الاتجاهات داخل النادي. أكيد. قد يكون ان في تركيز لنسبة 30% اما 70% لباقي الاتجاهات وباقي الأعمار السنية وباقي الأنشطة، ولكن النشر هو الأساس اللي احنا نقدر نبني ونتحرك من خلاله ونقدر ندعم المجتمع بتاعنا وبلدنا مصر. وده اللي احنا لازم نكون واثقين ان احنا لازم نتجه في الاتجاه ده. ويا رب يا رب نكون قادرين باذن الله ربنا يوفق طبعا اعضاء مجلس الجديد، وباذن الله يعني نبدا خطوات ان احنا ننمي النادي ونطوره لبلدنا ولولادنا وكمان والامهات والابهات. يعني كلنا هنستفيد كمجتمع. يعني عاوز اقول لحضرتك المهندسه ياسمين كانت في احدى اللقاءات، احنا في حوار وتشاور دائم مع الساده الاعضاء المرشحين جميعا، يعني عشان احنا بنحاول نكون رؤيه وحاله عامه داخل النادي. فاحنا يعني هذكر على سبيل المثال احنا قلنا المكان اللي احنا هنجتمع فيه المكان الفلاني على اساس ان هو هيقدر يقدم لنا خدمات سواء مشروبات او الى اخره. فهي قالت لا احنا ما ينفعش نكون هنا، احنا لازم نكون مع اولياء الامور الامهات صح. عشان بيبقوا شايفين بعينيهم ولادهم. صح، وجهه نظر صح. يعني دي فعلا صح. اذا يعني رؤيه المراه كانت مهمه بالنسبه لنا ان يتواجد العنصر النسائي داخل المجلس. طبعا عشان هو ليه رؤيه الخاصه، لان هي كأم كمان هيبقى ليها رؤيه تانية غير الراجل. يعني هيبقى لها رؤيه من ناحيه الابناء، من ناحيه السن، من ناحيه الاهتمامات، من ناحيه يعني ده انا ابسط حاجه ودي حاجه مهمه جدا، الملف بتاع ذوي الاحتياجات ده هي اكتر حد ممكن يحس بالموضوع وان هو يقدر ان هو يساعد فيه وينمي فيه ذوي الاحتياجات. لان هي كأم او بصرف النظر هي عندها حاله مثلا من نفس المرض يعني، بس هي اوريدي الموضوع ده هي كست هتقدر تحس بيه اكتر من الراجل. فاهتمامات احنا نادينا ومش نادينا بس، يعني على مستوى الانديه كلها النشاط الرياضي دايما الاسره اللي بتحفز ولادها على ممارسه الرياضه. بالزبط. دايما الام هي اللي بتبقى متمرمطه معاه. اكيد مش الاب. الاب بيبقى عنده التزامات وعمل وكلامين ده، فتواجد المراه داخل النادي بيبقى اكتر بكتير من رجال. الرجال اغلبهم مثلا ممكن يبقوا قاعدين شله صحاب مع بعض على ترابيزه معينه. بالزبط. انما الام بتبقى حابه ان هي تقعد قدام تمرينه ابنها. بالزبط. قدامه وهو بيلعب في منطقه يعني الالعاب، يعني حاجات كده. مش نوع من الارتباط، ولكن نوع من ان هي بحكم الام هي مضطره ان هي تبقى عينها عليه.
ولذلك في النقطه دي انا يعني كان ليا وجهه نظر ان لا، انا عارفه ان هم قاعدين قدام الملاعب مثلا بتاعتهم، فاحنا يفضل ان احنا اللي نكون متواجدين معاهم مش هم اللي يجوا لنا. طب باشمهندسه ياسمين، انا كان عندي سؤال تاني، ايه الانشطه الاجتماعيه اللي ممكن ننميها ونطورها في النادي بالنسبه للاطفال ذوي الاحتياجات والاطفال الطبيعيين برضو؟ بس حضرتك احنا في طبعا انشطه كتيره جدا، احنا لازم نهتم بكل الاطفال يعني احنا الفتره اللي فاتت، الفتره اللي فاتت خلال السنتين اللي احنا قضيناهم كان عندنا، احنا عندنا مبنى كامل اسمه قصر الطفل. المبنى دوت في حضانه صغيره وفي عده غرف، غرفة موسيقى، غرفة رسم، يعني حاجات شغالة بسيطة يعني. بسيطة. الحمد لله طورناها. الحضانة اتقلبت 180 درجة. حتى الإقبال عليها زاد جدا. بقى فيها ناس متخصصة سواء في الناحية التعليمية، الإعداد لما قبل المدرسة. دخلنا برضو موضوع الموسيقى ده، لا جبنا اجهزه، يعني كان في اوريدي اجهزه عندنا كتيره جدا للاسف كانت مهلكه، صيناها ورجعنا تاني موضوع النشاط الموسيقى ونشاط الرسم، نشاط اعاده التدوير. عملنا حاجات كتيره جدا من الطبيعه واعاده التدوير. طبعا بنعمل رحلات اعرف بلدك من خلال المكتبه، بنوديهم المتحف المصري، الاهرامات، الحاجات دي يعني في أكيد. مجال الرحلات التثقيفيه في اكيد احتفاليات كمان بتعملوها في عندنا طبعا عيد الام، عيد الطفوله، يوم اليتيم، ده يوم مهم جدا داخل مدينة بنستضيف، احنا مدينه 6 اكتوبر فيها عدد كبير من دار الايتام، فدايما بنستضيفهم خلال الاسبوع الاولاني من شهر ابريل، يعني كنوع من انواع المشاركه المجتمعيه. اكيد طبعا، فالحمد لله يعني عاملين نشاط حلو قوي، واكيد برضو والواحد بيبقى مبسوط قوي وهو موجود. اكيد الاهتمام برضو بالعامل النفسي للطفل برضو ده شيء مهم جدا، ده اللي هيخليه ان احنا نقدر ننميه وهيساعدنا ان احنا جدا كمان نطور منه. انا يعني احنا عندنا كمان افراد الكشافه ما شاء الله عليهم، من الناس اللي دايما بيشاركونا في كل الاحتفالات دي. بس انا نفسي الفتره اللي جايه الاحتفالات دي يشارك فيها الاعضاء نفسهم واولادنا، عشان بس برضو الحته يعني الحنيه الطفل قدام طفل تاني فاقد للام والاب دي برضو أكيد. بتطلعوا عنده بس شويه يعني مشاعر حنينه اتجاه الطفل، وده من احد الحاجات اللي ممكن تمنع موضوع التنمر اللي منتشر خلال احنا التنمر منتشر بقاله فتره كبيره جدا، فده برضو يعني حتى عند الكبار مش عند الصغيرين كمان. مشاركه ولادنا مع الايتام دي شيء جميل جدا وشيء ضروري. ده اكيد ده عامل نفسي مهم جدا يعني بيساعد الاطفال ويساعد كل يعني الامهات كبير وصغير. انا مش قادره اقول لحضرتك مثلا انا كنت موجوده معاهم كنت في منتهى السعاده بجري واتنطط معاهم يعني طبعا ده اكيد، يعني فعلا الواحد بيبقى قلبه بيتقطع عليهم يعني. ربنا يا رب، ربنا يعني يشفي كل الناس ويحفظ يا رب. ولادنا كلهم يا رب. كابتن احمد، هنرجع برضو لنقطه التسويق للنادي. احنا قلنا ان احنا لازم هيبقى في ازاي ان انا اعمل دعايه للشركات الراعي اللي ممكن تيجي تسوق معانا للنادي كاسم وككيان، ولان طبعا النادي كيان ومن كيان الاعضاء، من كيان مجلس اداره النادي، من الاطفال، من الامهات، من كل الناس اللي مشتركه في النادي اكيد طبعا. وفي حاجه تانية، احنا عندنا مساحات كبيره جدا ومسطحات كبيره جدا في النادي، ازاي ان انا استفيد بيها وازاي انمي الانشطه؟ ازاي انمي الانشطه؟ الانشطه وعايز استفيد بكميه المسطحات المساحات الكبيره جدا اللي في النادي، ازاي استفيد بيها؟ منها يستفيد منها الاعضاء، من ناحيه يعني احنا عندنا مساحات في النادي مش مستفيدين بيها، ازاي ان انا استفيد بيها الاعضاء من خلال ان انا هعمل عليها انشطه او هعمل عليها اماكن يعني اجتماعيه ان هي تجمع الاعضاء ببعضهم او كده، وازاي ان انا العضو يستفيد منها، وازاي ان انا كمجلس اداره ان انا اعمل كده ان انا انمي الانشطه. يعني البلان بتاعت حضرتك ازاي اهتم بالانشطه وازاي اهتم بالمسطحات اللي احنا مش عارفين نستفيد منها من النادي. هو بالفعل يا فندم الكابتن أحمد قام بالمهام ديت خلال المجلس السابق وفي احنا عايزين نطور منها بقى، يعني التطوير بقى في المرحلة القادمة في المجلس الجديد ان شاء الله. إيه يعني خطة حضرتك ايه؟ هو احنا الحمد لله تم عمل تسويق لبعض الحفلات والأنشطة في المجلس السابق عن طريق عمل دعاية
التحدث مع شركات الدعايه والاعلان الموجوده داخل القاهره وعرض عرض الانشطه بتاعه النادي للشركات كي يستقطبونا الشركات علشان يكونوا وحصل التواصل بين الشركات وتم التواصل فعلا. واول مره كان في حفله عيد الام جالنا راعي رسمي للحفله، وبرضه تم عمل حفلات للزومبا لكن في جيم السيدات برضه تم عمل جي راعي، كان جيم برضه كبير مش عايزين نذكر اسمه ولكن كان جيم كبير وجي عمل كان راعي للحفله بتاعه الزومبا وقام بكل التكاليف واستقطبنا بطوله كاس الامم الافريقيه للكره الشاطئيه داخل النادي وايضا بطوله الجيزه للسباحه تم عمل تسويق ليها بشكل محترم وبرضو استقطبنا عملاء وعارضين داخل النادي وتم تسويق النادي بالفعل، ولكن مش هو ده المستوى اللي احنا كنا بنامل اكيد عايزين احسن من كده، ولكن ان شاء الله القادم افضل. ده عن طريق اهميه مبدئيا لازم يكون عندنا اداره تسويق، لازم لابد من وكمان السوشيال ميديا بالظبط، لازم طبعا السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا في التسويق. المفهوم الواضح حاليا اللي هو في الصوره الذهنيه لازم نغير الصوره الذهنيه عن نادي 6 اكتوبر. اكيد قد تكون الصوره الذهنيه في الوقت الحالي مش لطيفه لمعظم ده نتيجة العمل. السلبيات للمجلس السابق ده نتيجة السابق. الظروف اللي مر بيها النادي ومش خلال المجلس بتاعنا كمان ولكن خلال المجالس السابقة كان بيكون فيها بعض المشاكل، الحمد لله إن شاء الله تكون إن شاء الله تبقوا قادرين إن أنتوا تحلوها وتتخطوها بإذن الله. طب عقيد هشام عايز أتكلم عن الجمعية العمومية، يعني ان شاء الله هنوصل لتكوين الجمعيه العموميه. خلينا اكون واضح وصريح جدا في الحته دي وانوه للناس جميعا في داخل الجمعيه العموميه. برجع دايما انا احب اتكلم بلسان القانون. قانون 71 2017 ادى المسؤوليه للجمعيه العموميه للمنشآت الرياضيه او لها مسؤوليه كبيره مش زي العهد السابق للمنشآت الرياضيه. لازم الجمعيه العموميه تتحمل المسؤوليه اللي الدوله اديتها لها، لازم يكون في مشاركه فعاله كبيره. انا بنتكلم ان احنا محتاجين في الجمعيه العموميه اكتر من 30,000 يشاركوا عشان انت بقيت مسؤول عن مستقبلك، بقيت مسؤول عن مستقبل أولادك. ما ينفعش يكون المشاركة قد تكون بشكل بسيط، لا لازم تكون مشاركة فعالة كبيرة. أنت اللي مسؤول دلوقتي عن تحديد مصيرك، صح. فبدعو الجمعية العمومية كافة الأعضاء أن يبقى فيه اهتمام كبير. يمكن الجولة اللي احنا فيها الانتخابية في 2019 ديت ما كانش معمول حسابها بدرجة كبيرة، ولكن هي فرصة أكيدة وقوية. إذا كان في اتجاهات سابقة ما قدرنا نوصل لمرحلة من النجاح بسيطة، يمكن المرحلة ديت تديك أكثر نجاحا في اختياراتك. يعني لما نقول إن احنا المرة اللي فاتت قرابة ما يقرب 10,000، لا المرة دي بإذن الله مش أقل من 30,000 لازم بإذنك يا رب يكونوا موجودين داخل الجمعية العمومية، وربنا الموفق يا رب وأدعو لهم بالخير يا رب دايما يا رب. عقيد هشام ليا سؤال، يعني مش هنقول خاص شوية بس هو ممكن يكون في العموم، يعني بما إن حضرتك كنت عقيد في المخابرات صح كده، كان في انضباط وكان في التزام وكان في يعني لغة القانون وأساسيات ويعني حاجات يعني أساسيات بنمشي عليها، ده هيساعد مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر إن شاء الله الأعضاء المرشحين، ده هيساعدهم في 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 تحقيق الخطوات والأهداف اللي هم مقدمين عليها؟ يعني ده ليه دور مهم في 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 البلان اللي حضرتك قادم عليها إن شاء الله؟ حضرتك مما لا شك فيه القوات المسلحة هي أساسها الانضباط. مما لا شك فيه الانضباط دوت هو اللي مديها المكانة في النجاح الدائم على كافة المستويات. خلينا نقول في النقطة دي وأنا بشكر حضرتك عليها الانضباط،
قد يكون بعض الناس تقول ان الانضباط ده قد يكون فيه صرامة او عدم مراعاة للشعور والاخر. لا بالعكس، الانضباط هو المساواة ما بين الجميع، الانضباط هو سرعة الاداء الزمني لكافة الاهداف اللي انت تحققيها، الانضباط هو بيديكي روح من وشعور من الارتياح لان كل بيتعامل سواء وفي نفس الوقت بيحقق الاهداف بسرعة. اذا من احد الركائز المهمة لنجاح اي مهمة الانضباط. هو الانضباط، وفعلا ينقصنا داخل الهيكل الوظيفي والاداري وحتى على المستوى كافة المستويات الانضباط ده اهم حاجة. عاوز اقول لحضرتك مثال بسيط من الانضباط. لما يجي فيه احنا عندنا عناصر للصيانه وفي توقيت زمني مش لازم الحاجه هي اللي تبوظ عشان انا اروح اصلحها، ولكن هناك في مرور دوره صيانه لازم بالتوقيت ان انا التزم في اليوم الفلاني، فانا رايح اعمل التشيك بتاعي على الصيانه دي. اذا مش هلجا بعد كده ان في مش هيحصل مشاكل بعد كده لان انا اوريدي بعمل دوره الصيانه على طول، فاكيد مش هلاقي مشاكل، ولو لقيت هلاقي حاجات بسيطه ممكن ان احنا نتجنبها وتتصلح في وقتها. اذا الانضباط ان هو الفرد المسؤول ان هو بيروح حتى لو ما فيش اي حاجه، ولكن بالزبط. بيتم ده احد صور الانضباط المهمه. عاوز اقول لحضرتك احد صور الانضباط ان هو داخل المجتمع او داخل المجتمع داخل النادي في الحاجات الاداريه، ترابيزات ولا اخره. خلينا نتكلم في ادق التفاصيل. لا، الانضباط هو قادر ان هو يحل اي مشكله ايا كانت. وفي نفس الوقت الناس تكون فيها اريحيه، في عداله حتى لو بيزعل ما بيزعلش عشان هو في عداله. في ناس شويه بتزعل في عداله، ما ينفعش ان هو يزعل عشان هو في عداله على الكل. فانا ما اقدرش ازعل، بل بالعكس قد يكون في الاول التصور بتاعي او رد الفعلي بتاعي مش في استجابه كبيره، ولكن بعد الممارسه للموضوع لا اكيد هيفهم الموقف جداً. صح وحيفهم صح، بيفرق جدا يعني. بشكر حضرتك طبعا. العفو يا مهندسه ياسمين، انا عايزه اخد رايك ايه الانشطه الاجتماعيه اللي ممكن تخدم كبار السن؟ بس هنطلع فاصل طيب وحضرتك ترد لنا. اوكي فاصل، واستنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع ضيوفنا الكرام اعضاء مجلس اداره نادي 6 اكتوبر، وهنوجه الكلام للمهندسه ياسمين اللي منورانا النهارده في الاستوديو، وهنتكلم عن ايه الانشطه الاجتماعيه اللي ممكن يستفيد بها كبار السن في النادي. احنا الحمد لله نادي 6 اكتوبر من اوائل الانديه اللي اهتموا بالرواد اللي هم ما فوق الستين سنه. الحمد لله عندنا اتجاهين، في عندنا نشاط رياضي من خلال رياضة للجميع، عدد كبير جدا منهم اللي هم فوق ال 35 سنة مشاركين فيهم ومكملين لربنا يديهم الصحة، يعني بيمارسوا كافة الأنشطة، يدخلوا جيم، بيلعبوا تنس، كرة قدم، عندهم نشاط ما شاء الله جدا ملحوظ. وما شاء الله مواظبين جدا، ما شاء الله فئة كبيرة جدا مواظبة، الى جانب ان هي بتشجع الـ يعني الشباب اللي نقول عليه اللي مكسل اللي قاعد على الكراسي وكده، ان هو على في كافيتيريا ولا حاجه ويلاقي يعني ان هم ينزلوا ويبداوا يمارسوا. في كمان انشطه كتيره اجتماعيه. احنا عاملين بروتوكول تعاون مع دار الاوبرا، الحمد لله في احد العضوات المتبرعه كده متطوعه بتشتغل للنادي ما شاء الله، بتعمل لنا رحلات جميله جدا، حفلات موسيقيه، مسرحيات، كل ما هو ليه علاقه بدار الاوبرا المصريه. في رحلات خاصه بيهم فقط لا غير، بيطلعوا الفيوم، بورسعيد، الاسكندريه، والاقامه هناك. يعني الحمد لله عاملين انشطه كبيره. الفتره اللي فاتت استهدفنا فئه
الفئة دي كانت دايما كسلانة، اللي هو زي كده الأربعيناتي وما فوق، اللي هو يجي النادي مع أولاده ويفضل قاعد قدام التمرين وما بيعملش حاجه. بس ياسمين المفروض تبقي انت قدوه ليهم بقى. ما هو يعني انا الحمد لله بصي انا عاشقه للرياضه، انا لعيبه سلاح شيش اساسا من وانا في ثالثه ابتدائي لغايه بكريوس، فالحمد لله بحب الرياضه. فكنت بتعاون الحمد لله مع دكتور صفوت، عملنا ايفنت اسمه 3 مانث تشالنج، وكان برضو من ضمن في نفس الوقت اللي كان السيد رئيس بيدعو لان احنا بقى نخس من نفسنا وبلاش السبعين كيلو. فعملنا ايفنت لمده 3 شهور، دعينا الناس كلها هذه الفئه العمريه ان هم يجوا يمارسوا الرياضه. عملنا نشاط رائع جدا لدرجه في ناس خست في مثلا 3 شهور دول ال 11 وال 17 كيلو والحمد لله هم لسه مكملين حتى الان. وعاملين شغل جميل جدا يعني الحمد لله، وميكس سيدات مع رجال، فجذب عدد كبير جدا من الناس اللي حبت واللي ما كانتش عمرها حتى كانت بتمارس رياضه وبدات تمارس رياضه. فالحمد لله في انشطه متعدده الحمد لله. الحمد لله. بشكركم جدا ضيوفي، للاسف وقت حلقتنا عدى، بس لينا ان شاء الله حلقات تانية هنقدر نتكلم فيها عن مجلس اداره نادي 6 اكتوبر. بشكرك عقيد هشام سالم مرشح رئيس مجلس اداره نادي 6 اكتوبر، بشكر حضرتك جدا. مهندسه ياسمين مرشح عضو مجلس اداره نادي 6 اكتوبر، بشكرك جدا لوجودك معانا النهارده. كابتن احمد يحيى مرشح عضو مجلس اداره نادي 6 اكتوبر، بشكر حضرتك جدا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، وبشكر كل زملائي في الكنترول والاستوديو، وبشكركم واشوفكم على خير.